أولا نهنئ هندي السيد الرئيس الجامعة سي جوزة على توليده الجديد المنصب رئيس الجامعة، وهذا دليل على أن الرجل عطشان كثير كرة القدم الوطنية. وحنا كشاهدين على العصر القديم وقبل القديم، لأن حنا عشنا في الكرة في ذاك الوقت وشفنا كيفاش كانوا البنية التحتية، شفنا كيفاش الهيكلة ديال الأندية كانت، والآن كيفاش ولات. إذا نقدر نقول بأن تطور كرة القدم فهو ماشي اللي غادي نقولوا، راه كتلاحظوا نتوما كوسائل الإعلام، لا التطور الرياضي لا التسييري لا المالي، تمثيلية في الكاف، تمثيلية في الفيفا. المغرب أصلاح ولات عنده كلمة دولية، كنظن حتى انتم الان كتواجدوا في واحد المركب اللي هو ما كاينش حتى على الصعيد الاوروبي، وهذا شيء يشرف. اذا ما علينا الا اننا نساندوا المكتب المديري وبرئاسه التليفون يقرع على ان يكون احنا دابا ولينا كنطمحوا مع اكثر ان شاء الله. لا الفكره غادي تقدر تسولي السيد رئيس الجامعه لانه هو اللي وضع لي في اللائحه ديالو، مشكور كذلك نبغي نشكره على الثقه اللي وضع فيا وفي شخصي، وان شاء الله تكون العوده يعني ناجحه وموفقه، ونعطيو الاضافه للمكتب المديري.